السلام عليكم طلابي، كيف حالكم اليوم؟ سنتعرف في هذا الفيديو على الرقم 3. تابعوا معي. 3 رقم بعد الاثنين يأتي وقبل الأربعة. رقم بعد الاثنين يأتي وقبل الأربعة. سهل اللفظ جميل الشكل وبديع ما أروع، وبديع ما أروع. إن الشارة الضوئية فيها أضواء ثلاثة. إن الشارة الضوئية فيها أضواء ثلاثة. والمثلث يوجد فيه أيضا أضلاع ثلاثة. أيضا أضلاع ثلاثة. وكتابته يا أصحابي ممتعة وبها رشاقة. وكتابته يا أصحابي ممتعة وبها رشاقة. بالحبر أو بالرصاص تبقى دائما براقة. تبقى دائما براقة. وهو كحرف السين له أسنان ما أجمله. وهو كحرف السين له أسنان ما أجمله. لا تجرحني بل تفرحني، ما أحلى الرقم ثلاثة. ما أحلى الرقم ثلاثة. ثلاثة 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 ثلاثة. رقم بعد الاثنين يأتي وقبل الأربعة. رقم بعد الاثنين يأتي وقبل الأربعة. سهل اللفظ جميل الشكل وبديع ما أروع. وبديع ما أروع. إن الشارة الضوئية فيها أضواء ثلاثة. إن الشارة الضوئية فيها أضواء ثلاثة. والمثلث يوجد فيه أيضا أضلاع ثلاثة. أيضا أضلاع ثلاثة. وكتابته يا أصحابي ممتعة وبها رشاقة. وكتابته يا أصحابي ممتعة وبها رشاقة. بالحبر أو بالرصاص تبقى دائما براقة. تبقى دائما براقة. وهو كحرف السين له أسنان ما أجمله. والآن سوف نعد 3 أشياء. 1 2 3 4 5. 3 1 2 3 3. شكرا لكم ومرحبا بكم في مسرح الأرقام. هل تعرفون من أنا؟ أنا صديق رقم 1 و2. أنا رقم 3. هل تروني؟ أقف مستقيما ولي 3 أسنان ينظرون لأعلى. واحد، 2 3. 3 قرود. 1 2 3. 3 عصافير. 1 2 3. 3 أقلام. ابحث معي عن الثلاثة. أين هم الثلاثة؟ لا لا، أجل، 3. أحسنت، 3. لا لا، ممتاز، 3. أنا لست هنا ولست هنا ولكني هنا. 3. 3 مصابيح. 3 مصابيح. 3 ورود. 3 أقلام. 3 موزات. 3 برتقالات. 3 عصافير. أنا الرقم 3. تعرفتم علي اليوم. ما رأيكم أن تجمعوا لي 3 صور من نفس الشيء، مثل 3 برتقالات، 3 بنات، وتلصقونها على ورقة وترسلوها لي هكذا؟
والآن كم ديك يوجد في هذه الصورة؟ 1 2 3 إذن يوجد 3 ديوك. وكم قطة توجد في هذه الصورة؟ 1 2 3 يوجد إذن 3 قطط. كم خروف يوجد هنا؟ 1 2 3 يوجد 3 خواريف. والآن كم بكر يوجد هنا؟ 1 2 3 يوجد 3 بقرات. والآن حان دوركم في الكتابة، تابعوا معي. أبدأ دائما من النقطة، أضع القلم على النقطة إلى الأسفل، ومن ثم إلى الشمال، ومن ثم خط عمودي إلى الأسفل. أكررها مرة ثانية، إلى الأسفل ومن ثم إلى الشمال وخط عمودي إلى الأسفل. دائما أبدأ من النقطة، أمشي قليلا ومن ثم خط عمودي. والآن حان دوركم في الكتابة، اكتبوا 2 سطر وأرسلوه لي. شكرا لكم أعزائي الطلاب، ألتقي بكم مع أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح. إلى اللقاء في الدرس القادم.